السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا ربي تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. عنوان فيديو النهاردة: سر التايجر جيل. واحد دخل الصيدلية: السلام عليكم. عليكم السلام، دكتور موجود؟ أيوة اتفضل حضرتك. ممكن يا دكتور بعد إذنك كلمة على جنب؟ اتفضل حضرتك. طلع له على جنب، قال لي: والله يا دكتور أنا في واحد حبيبي جاب لي علبة ممتازة ممتازة، علبة مستوردة فوق الوصف، فحضرتك هو حاليا مسافر وأنا عايز العلبة دي مش لاقيها، وفيها كمية قليلة يعني هتخلص في ظروف يعني إيه الأسبوع اللي جاي ولا حاجة. قلت له: تحت أمر، ممكن حضرتك تفرجني على العلبة؟ قال لي: آه أهي تايجر جيل، اهي تايجر جيل. قلت له: العلبه دي بتاعت ايه يعني؟ قال لي: حضرتك انا بستخدمها يوم الاثنين والخميس، وحضرتك يعني سيد العارفين. قلت له: اه طبعا مفهوم مفهوم. طب ممكن حضرتك تسيبها لي بس يومين ثلاثه كده، بحيث اسال عليها في الشركات واسال عليها الناس وكده اجيبها لك؟ قال لي: اه. وفتحت العلبه عشان استعرض محتوياتها، ولقيت فيها دهنة صغيرة شفافة عديمة اللون، جل شفاف عديم اللون، وبنظرة ثاقبة من المفتش الدكتور محمد القفاص قدرت أوصل لمحتوياتها. بس علشان كلامي يبقى علمي وموثق ودوكيومنتد، رحت لزميل ليا كيميائي، قلت له: لو سمحت حلل لي محتويات العلبه دي وعرفها لي هي ايه بالظبط. وجات النتيجه زي ما انا توقعت، الليدوكاين جل، الماده الفعاله بتاعتها الليدوكاين جل اللي موجود في انبوبه الالتراكاين جل، انبوبه الالتراكاين جل اللي سعرها 10 جنيه إلا ربع، 9 جنيه 75 قرش، ومحتوياتها نفس محتويات التايجر جيل أهو، شفاف تمام. الأنبوبة دي بتعمل 5 من دي، الأنبوبة الواحدة اللي سعرها 9.75 بتعمل 5 علب من التايجر جيل، لانها ما بتبقاش مليانه على اخرها، بيبقى محطوط فيها سنتين كده حبيتين، مش مليانه على اخرها، فبتعمل 5. فاذا استطاعوا يبيعوا الانبوبه ام 10 الا ربع ب 75 جنيه، لان انا لما سالت الراجل قال لي: العلبه انا بجيبها ب 15 جنيه. فاللي يخليك تاخد علبه ب 15 جنيه فيها حبة صغيرين، طب ما تشتري أنبوبة الألترا كيين جل أهي بتسعة جنيه 75 ومعقمة وزي الفل، بدل ما الإيحاء والوهم وبيع الوهم والنصب عليك، بدل ما تدفع 75 جنيه هتدفع 10 إلا ربع بس، ودمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة على رسول الله. السلام عليكم.